هذه الوقفه تجي اولا لان احنا ضحايا النظامين اللي هما يعني 1985 2003 وتعتبروا ضحايا. علاش؟ لان تقسينا في عده محطات من التسويه اللي هي استفدت منها فئات اخرى. على سبيل المثال التعديل ديال النصوص ديال 2005 استفدت منه فئات اللي هي مفتش التعليم الابتدائي، اساتذه التعليم الاعدادي، ومستشار التوجيه والتخطيط. وعملت الوزاره على حل هذا المشكل ديال هذه الفئات هذو وتسويتهم ووضعيتهم باعمال المادتين 115 و112 اللي هي 15 كانزون سيزون. في حين تقسينا حنا هكذاك في 2007 و2011 الى حد الان يعني ما كاينش هناك تسويه، ما كاينش هناك تسويه عادله للملف. رغم ان السيد رئيس الحكومه صرح تصريحا يعني صريحا في قبه البرلمان بان حنايا كضحايا يعني اصابنا الضرر 30 اكثر من 30 سنه هكذا قالها، وسنتمتع بتقاعد جيد. واذا به في تنزيل المرسوم، عند تنزيل المرسوم لم يؤخذ بهذا التصريح، وكرس المرسوم التفرقه. وفي حين ان القاعده اننا خريجي 7 و8 يعني تكون اجراء واحد هو اللي تعمل على هذا خريجي 7 و8، في حين ان هناك المقصيين ما قبل 2012، هناك المتقاعدين 12 و15 ما تعمل شيء بما جاء في البلاغ الرسمي لوزاره التربيه الوطنيه يوم 25/2019 بان المتقاعدين اللي ما استوفاش السنوات الاعتباريه 10 سنين تعطى سنوات اعتباريه اخرى. كذلك حنايا اللي من 16/17 دارت عندنا ترقيه بالاختيار، هذا ما ليس بجبر الضرر، جبر الضرر فهو في القانون هو انك تدير تقييم لحجم الضرر وتعطي لها الناس رسوم، لا في المحاكم ولا حتى الان كاين مصلحه الشؤون القانونيه والمنازعات وكذلك في وزاره التربيه الوطنيه هنا وفي الموارد البشريه. فهذه المصلحات هذو المصلحات يعني تتعمل وتستمد يعني العمل ديالها مما هو قانوني وتشريعي. علاش غفلات يعني هذا جبر الضرر اللي هو يعني تقييم حجم الضرر يعني ودرت عندنا ترقيه عاديه، ورغم ذلك هذه الترقيه بالاختيار كانت مبطوره ما تعملش بالتسقيف، وان المتقاعدين المتوفين دخلوا معنا في اللوائح الرسميه ديال 16/17، ولهذا فكانت يعني كان المرسوم يعني كرس التفرقه ويعني ولم ينصف الجميع. ولهذا على الاقل نقول على الاقل اعمال وتفعيل الاتفاقين ديال 25/2/2019 بالنسبه للمتقاعدين 12/15 باضافه للسنوات الاعتباريه لمن اقصوا، كذلك 2012 ما قبل 2012 يعني تدعم ترقيه استثنائيه كما عملت الوزاره بترقيه استثنائيه لاساتذه التعليم الاعدادي اللي كان العدد ديالهم 129 والذين تقاعدوا قبل 2011. كذلك نحن 16/17 هو ما بعدها يعني تعمل يعني بتفعيل الاتفاق ديال 25/10/2016 لهذا هو مهم كذلك، وهو الذي يروم ترقيه المعنيين اداريا وماليا لاعفائنا على الاقل من ذاك الثمان سنوات، وماليا هو جبر الضرر وتسريع المستحقات في افق تعديل المرسوم. جيت باش نضامن مع رجال التعليم اللي حتى هما مقيوسين باش تقاسيت انا، لان ملي بدينا التعليم وحنا فوق ما وصلنا لشي ترقيه كيبدلوا علينا الكوطا، ما عرفتش علاش، اش من عدل واش من ما عرفتش كيفاش كيديروا لهذا الشيء اللي تيخرجوا دغيا. حسينا بالظلم. انا شديت الطريق من الرشيديه حتى لهنا باش نجي نشفي غليلي في هذا الشيء، وكنتمنى لهاد المسؤولين يراجعوا نفسهم ويشوفوا من حالة رجل التعليم اللي شاخ في التعليم وقرا اجيال واجيال وقراهم بقلبه بعقله وعطى ما في جهده، وفي التالي مشى له كل شيء وتيتماطلوا عليه وعطلوا علينا هاد الترقيه علاش ما عرفناش، في حين ان بعض القطاعات عطاوهم كثر وكثر وحنا يهمشونا. ودابا تنطالبوا هاد المسؤولين باش يراجعوا نفسهم ويشوفوا من حالة رجل التعليم اللي قضى حياته كلها في هذه المهنة وأداها على أحسن وجه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.